السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مصر الحضارة، سلام رمضان. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. فيديو النهاردة بيتكلم عن موضوع في الاستيراد والتصدير اللي هو خاص بالنشاط بتاعنا. قبل ما نبدأ الفيديو، لايك للفيديو بتاعنا بعد إذن حضراتكم، واللي مش مشترك في القناة يشترك معانا. يعني احنا عندنا نسبة مشاهدة ما شاء الله جميلة، أتمنى كل الناس اللي بتشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة بتاعتنا. أكيد ده يعني مش هيقلل من حضرتك، أكيد هيخلي حضرتك اكبر واكبر ومكانتك اعلى عندنا. مصر الحضاره، سلام رمضان. احنا شركه استيراد وتصدير وتخليص جمركي وشحن دولي. بنتكلم معاكم النهارده في فيديو النهارده عن تصدير بعض المنتجات لاحدى الدول العربيه. كان عندنا النهارده شحنه بنتكلم عنها، عن تصدير عسل النحل للدول العربيه. ايه المطلوب في تصدير العسل النحل، وايه مواصفات العسل مثلا وانواعه، خدت بال حضرتك، وهل مطلوب له تحليل ولا لا، هل مطلوب له شهادات صحيه، هل مطلوب اشراف من وزاره الزراعه، هل مطلوب سجل صناعي، هل مطلوب تنازل. كل الكلام ده هنقوله في الفيديو بتاع النهارده. بنسجل مع حضراتكم الفيديو ده ونتكلم عن تصدير كونتينر من العسل النحل لدوله الامارات العربيه الشقيقه. كان عندنا الشحنة، العميل بتاعنا طالب العسل النحل يكون متعبي فيه جراكن، اللي هو الجركن ال 20 كيلو تقريبا الوزن بتاعه، هو بيعمل حوالي 16 كيلو، من 16 ل 20 كيلو. في بعض العملاء كنا بنصدر ليهم وما زلنا بنصدر ليهم دولة الكويت، بيطلبوا البطرمان العسل النحل اللي هو الكيلو، لكن العميل بتاعنا النهارده طالب معانا جركن العسل النحل اللي هو 20 كيلو. هو طبعا بياخده هناك، ده بيقلل عليه في التكلفه، لان البطرمانات هنا غاليه اكيد والتعبئه، بيقلل عليه في التكلفه، وهناك بيعبيه هو بمعرفته وبيبيعه. طب ايه المطلوب للعسل النحل؟ العميل بتاعنا احنا طبعا بنجيب العسل النحل بتاعنا عسل نقي جدا ومن مناحل طبيعيه وطبعا من الغربيه، وبنتكلم عن طنطا بالتحديد وهي من البلاد المشهوره جدا في جمهوريه مصر العربيه بالعسل النحل. وكان عندنا صنفين مطلعينهم، عسل نحل كان طبيعي بدون اي اضافات، وعندنا صنف تاني كان طالع معانا في حبه البركه، وعندنا طبعا باضافات تانيه اخرى حسب ما العميل يطلب. طبعا اسعار مميزه جدا، لان احنا بنجيب من المنحل وبنعبي معرفه الشركه عندنا، وده شيء جميل طبعا، وبنقدر نوصل لاسعار مميزه. عندنا الحمد لله في كل مكان نقدر نجيب منه اسعار، وده بحكم خبرتنا وجودنا في السوق. ايه المطلوب لتصدير العسل النحل؟ نقول كذا حاجه بالظبط. هو اولا رقم واحد سجل صناعي، طيب بعد كده يكون موجود في سجل مصدرين، تنازل من الشركه المنتجه للشركه المصدره لو احنا مش هنصدر باسم الشركه المنتجه للعسل، وهنعمل تنازل مثلا زي مصر الحضاره اللي هتصدر باسمها، فهنعمل تنازل من الشركه المنتجه للشركه المصدره. ايه كمان ما عندنا كمان؟ ما يكونش الشركه عندها كمان سجل صناعي فقط لا غير، لان في بعض الشركات بيبقى عندها سجل صناعي تعبئه بعد المواد الغذائيه، وبتطلب منه طلبيه عسل، بيعبي عسل، ولكن هو ما عندوش الموافقه من التنميه الصناعيه ان هو يعبي عسل، فده ليس من حقه التصدير. يبقى يكون عنده سجل صناعي، عنده سجل مصدرين، تنازل من السجل الصناعي، واهم شيء الشهاده الصحيه. هل ينفع العسل يطلع من غير شهاده صحيه؟ اقول لحضرتك لا، مستحيل طبعا، لازم شهاده صحيه عشان تقدر تطلع العسل بتاعك اللي هو العسل النحل البيور النقي من مزارع وزاره الزراعه ومن بعض المزارع المهندسين الزراعيين في محافظه الغربيه وخصيصا مدينه طنطا. طيب هنقول معانا احنا العميل بتاعنا كان الراجل مشكورا عنده سجل صناعي وعنده لكن ما عندوش اشراف صحي، لسه بيأسس وما عندوش اشراف صحي. طيب نعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ حل قانوني ورسمي، عملنا تعاقد مع شركه بتنتج العسل النحل، وعقد اتفاق بينا وبينهم على اساس ان احنا نكون لينا عندهم خط انتاج تعبئه، وبالفعل عبينا المنتج عندهم، خدنا لهم العسل النحل زي ما هو طبيعي، وهم عبوه لنا في الجراكن، وكتبنا على الجراكن بتاعتنا الاستيكر موجود عليه اسم المصدر اللي هو مصر الحضاره للتصدير، اسم الشركه المنتجه، وطبعا مش هنذكر اسمها حفاظا على اسمها، انا بذكر اسم شركتي لان انا حر اذكر زي ما انا عايز، اسم الشركه المنتجه، طبعا مواصفات العسل ده ونوعه واسمه، تاريخ الانتاج والصلاحيه والوزن العبوه، وطبعا
بلد الاستيراد واسم المستورد وعنوانه بالتفصيل في الدولة الأجنبية أيا كانت. بكده قدرنا إن احنا نتغلب على المشكلة إن احنا ما عندناش شهادة صحية. عملنا عقد الاتفاق مع الشركة اللي هي عندها سجل صناعي وبتنتج عسل وعابين عندها، وهي سحبت عينات بمعرفتها من العسل وبعتتها لوزارة الصحة وجابوا لنا الشهادة الصحية. الشركة طبعا ده متعاقد متفق عليه بنسبة معينة من الفلوس، عملوا لنا تنازل من الشركة المنتجة، تنازلنا نحن شركة كذا للسادة شركة مصر الحضارة عن تصدير شحنة عسل نحل لدولة كذا، الدولة اللي هي مصدر إليها العسل، ويكتب فيه العدد بتاع الكراتين أو الشراكن أو الوزن بتاعها. ثم بعد كده عملوا لنا الشهادة الصحية. الشهادة الصحية لازم يكون مشتملة على رقم واحد، لو عندك ثلاث أصناف من العسل يعني محطوط عليهم إضافات أو غيره، ثلاث أصناف أربعة، لازم يكون كل ثلاث أصناف كل صنف مكتوب باسمه وبنوع الصنف بتاعه وبالوزن بتاعه وتاريخ الإنتاج والصلاحية بتاعه. طيب نكتب في الشهادة الصحية من فوق، الشهادة الصحية فوق لازم يكتب فيها اسم المصدر اللي هو زي مصر الحضارة للتصدير والتخصص الجمركي، اسم المنتج واسم المصنع اللي احنا انتجنا فيه العسل، دولة تصدير اللي هي مصر، ميناء الشحن اللي احنا هنشحن منه ايا كان هو اي ميناء في مصر، باسم المستورد بالتفصيل بالظبط زي ما موجود على الاستيكر يكون موجود في الشهادة الصحية، وعنوان المستورد في الدولة الأجنبية ودولة الاستيراد. بعد كده بننزل بالجدول بتاع الشهادة الصحية وفي البيانات الخاصة بالشحنة، ثم بعد كده اللي هي الدباجة اللي هي في رخصة التشغيل بتاعة المصنع المنتج للعسل، وإن العمال والمصنع بيتبعوا الإشراف الصحي والعينات الفحص خلال الثلاث شهور الأخيرة مطابقة وسليمة، وبتيجي مطبوعة وتيجي مخطوطة تتباع حضرتك وتختمها من مكتب الصحة اللي حضرتك تابع ليه. وبذلك نكون احنا معانا دلوقتي الشهاده الصحيه، معانا تنازل من الشركه المنتجه، معانا صوره السجل الصناعي مختوم بختم الشركه، معانا الفاتوره بتاعتنا هتكون معموله من شركه مصر الحضاره اللي هي هتصدر، والفاتوره لابد ان تشتمل على رقم فاتوره وتاريخ الفاتوره، رقم الفاتوره الاول وتاريخ الفاتوره تبع حضرتك، واسم المستورد طبعا انت بتعملها على ورقه شركه عليها اسم الشركه اللي هي المصدره اللي هي مصر الحضاره تصدير وعنوانها بالتفصيل، تكتب اسم المستورد وبياناته بالتفصيل وعنوانه ورقم هاتفه وان كان وايميله وايا كان العنوان بتاعه بالظبط. بعد كده الجدول فيه اسم الصنف، ان كان عندك اربع اصناف زي ما قلنا العسل ثلاثه تكتبهم، ووزن كل صنف وعدد كل صنف والقيمه بتاعه كل صنف ونظام التعاقد فيها الفاتوره، واذا كان عندك اي انظمه عايز تكتبها في تعاقدات عن طريق بنوك او غيره بتكتبها تحت الجدول وتعتمد من الشركه المصدره وترفقها مع المستندات، وبكده يبقى حضرتك جاهز للتصدير وتقدر تصدر المنتج بتاعك بدون اي معوقات. طيب احنا كان عندنا كم ملحوظه، عندنا بعض التصوير واحنا بنعبي الكونتينر بتاعنا، وكان لنا عندنا كم ملحوظه على الموضوع التعبئه، انا يعني بعض الملاحظ انا اتفاداها في المره اللي جايه. لقيت عمال بيعبوا بيشيلوا الجيركن وبيحدفوه في الكونتينر، الجيركن بيتجرح وده غلط ومش سليم ومش صح، ممكن البضاعه تتردد بره. طب عندنا الكونتينر جاي ليك، قبل الكونتينر ما يوصل المصنع عندك لازم يتغسل ويدخل بنزينه يتغسل كويس جدا وينضف، وتبدا لو انت امكن عشان ده عسل وحاجه نظيفه لو انت تجففه كويس جدا او تفرش فيه الارضيه بتاعته كرتون نظيف يكون نظيف جدا صحي، وتحط الجراكن عليها بطريقه سليمه. طبعا بتشيل الجركن وتحطه على الكونتينر في اوله، العمال بيشيلوه بايديهم او ان كان على الفوركليفت او اي حاجه يدخلوه جوه ويتحط بسلام وامان، واذا كان هتحط رصتين فوق بعض يفضل تحط لوح ابلكاش بين الجراكن عشان الوزن بتاع الجركن ما يتقلش على الثاني، ما ترصش اكتر من ثلاث رصات فوق بعض عشان الجركن ما يتكسرش ويتفرتك وينزل العسل اللي فيه، وبعد كده تقابلك مشكله هناك في دخول البضاعه. دي بعض الحاجات اللي انا كان ليا عليها اكتر من كومنت كده في التحميل والتعبئه، وده نتفاداه في المره الجايه، ونتمنى ان العميل بتاعنا يعجبه المنتج، واكيد الجوده بتاعته ممتازه جدا، وطبعا لازم تكون الحاجات كلها الجراكن نظيفه من بره ومتعبيه كويس جدا ومحكمه الغلق عشان ما تعملش عمليه تسريب. ده النهارده كان الفيديو بتاعنا بيتكلم عن تصدير العسل النحل لاحدى الدول العربيه وايه المستندات المطلوبه، ونبقى ننزل لكم في نص الفيديو او في اوله فيديو عن التعبئه والتحميل.
العربيه بتروح تحمل في المصنع، ثم بعد كده تتحرك وتيجي على الجمرك نشرف عليها الاجراءات بتاعه المكاشف والمعاينه والجمرك، ثم التسييل، ثم التعديل على رصيف الحاويات، ثم بعد كده استخراج شهاده المنشا. حضرتك هتعمل شهاده منشا موثقه من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، اذا كانت دوله عربيه تبقى شهاده جامعه الدول العربيه، بترفق معاها ثلاث نسخ من الفاتوره بتاعتك، بترفق معاها الشهاده الصحيه بتاعه حضرتك، بترفق معاها بوليصه الشحن اللي هي جايه من التوكيل الملاحي، وبكده بيكون معاك كل المستندات بتاعتك بتاعه العسل جاهزه، وتبعتها للعميل بتاعك عن طريق البريد ويستلم شحنته بامان الله. بنشكركم على حسن المتابعه، وارجو ان انتم تكملوا الفيديو للاخر، وفيديوهاتنا كلها عندنا فيديوهات مهمه على قناتنا وقناتكم مصر الحضاره، ولايك وشير لفيديوهاتنا، وبشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم. ده اللي انا كنت بتكلم عليه بالنسبه لتعبئه الولد بيحدف الجيركن ازاي، فاكيد بيتصدم بارضيه الحاويه فبيتخربش، فالتجريح ده مشكله كبيره جدا، حاجه مش كويسه ومش صحيه ولا حاجه سليمه. وده اللي احنا يعني بعد التعبئه قلت لهم ستوب، وقف هنا يا جماعه، كان في البدايه، ولا هات لي فوركليفت طلعه فوق وابدا دخل لي البضاعه بالفوركليفت وفريش الارضيه دي كرتون، على اساس ان احنا يبقى نحافظ على البضاعه. كل ان هو جيركن وهيروح هيتعبى هناك، لكن يدخل اجراءات هناك فحص ويدخل سلامه غذاء ويدخل لجمرك، فممكن يترفض هناك، ده وارد، فده احنا بنحافظ عليه. ده كان التعليق اللي احنا قلناه للمصنع هناك في التحميل، ان الموضوع نتفاداه في المره اللي جايه. طبعا بنشكركم على حسن المتابعه، وانتظروا منا فيديوهات جديدة، ولو حد عنده اي طلب او استفسار طبعا انا بسيب الواتساب موجود، يتفضل يستفسر وبرد على الجميع وعلى حضراتكم، وعلقوا لي كومنتات على الفيديو لو اي حد له تعليق يقول، واحنا نبدأ نشوف نرد على حضراتكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.